من مرجعيون جنوب لبنان تنضم إلينا مراسلتنا دارين الحلوي على واقع الميدان وعلى واقع الانتظار. ما كانت ستسفر كل هذه الجهود الدبلوماسية التي نسمع عنها كل يوم من دارين بأن تنسحب على الجبهة الجنوبية، اليوم كيف يبدو المشهد خصوصا مع حديث من الجانب الإسرائيلي عن مسيرات أطلقت من لبنان نحو الجليل؟ بالفعل كما ذكرتي المسيرات أطلقت باتجاه الجليل الأعلى، الجليل الغربي. كان هناك دويل صافرات الإنذار في تلك المناطق بشمال إسرائيل استمر لنحو نصف ساعة بشكل متواصل في أكثر من منطقة، كانت صافرات الإنذار تدوي، وطبعا كان هناك رصد لإطلاق المسيرات. قيل أيضا في بعض قرى الجنوب اللبناني أنه تم رصد صواريخ اعتراضية على هذه المسيرات. من الجانب الإسرائيلي كان هناك اعتراف بدخول هذه المسيرات وبأن انفجار عدد منها أدى إلى سقوط إصابات بعضها حرج. ليس هناك من تأكيد حول عدد الإصابات الحرجة، تتراوح بين إصابة واحدة وثلاث إصابات، بانتظار أن يتم الكشف عن هذه المعطيات بشكل واضح من الجانب الإسرائيلي، وطبعا بانتظار بيانات حزب الله التي تتبنى هذا النوع من العمليات لتضعه في سياق أي رد يقوم به حزب الله، خصوصا وأننا في الآونة الأخيرة بدأنا نرصد أن هناك ردا على كل غارة وعلى كل قصف مدفعي بدأ حزب الله يرد عليه بشكل متواصل ومستمر، وما عاد يرد فقط على عمليات الاغتيال أو على العمليات النوعية التي تشنها إسرائيل باتجاه أهداف ضد حزب الله أو في داخل الأراضي اللبنانية. لكن هذا التصعيد يأتي بالتزامن وترقب لما ستحمله مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، ألفت أنها أيضا تأتي بعد ساعات من كلام واضح صادر عن أمين عام حزب الله قال بأنه فور توقف الحرب في غزة فإن الحرب ستتوقف في لبنان من دون أي نقاش. لذلك اليوم هناك ترقب لما ستكون عليه أو سيكون عليه وقع هذه الجبهة، إن كان هناك تعنت من قبل حزب الله بعدم الخوض في أي نقاش والعودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 7 أكتوبر، وهذا أمر يعني يقول كثيرون هنا بأن إسرائيل لن تقبل به من دون ضمانات تعطيها لسكان المستوطنات الشمالية، خصوصا وأننا في الآونة الأخيرة تحديدا في الأسبوعين الأخيرين نشهد تصعيدا في ما يعرف بمعركة الردع، الطرفان يسعيان إلى ردع بعضهما البعض على اعتبار أنهما يشعران بأن هذه المرحلة دقيقة جدا، فإما تشهد هذه الجبهة انفراجا ربطا بما يمكن أن تؤتي به مفاوضات غزة، أو انفجارا كبيرا يعيد ترتيب الأوراق هنا وترتيب طبعا التموضعات بين الجانبين. لذلك الأمور دقيقة، الأمور حساسة جدا في هذه اللحظات على هذه الجبهة بانتظار الكثير. وهنا أخيرا أشير إلى أن ما أتى على لسان وزير الخارجية الإيطالي كان لافتا بالنسبة للبنان، خصوصا وأنه يأتي أيضا بعد أيام من زيارة كانت أخيرة ولكنها ليس الأولى لمبعوثين ومفادين ألمان خاضوا نقاشات بشكل سري مع حزب الله. استعادة ألمانيا دور الوسيط بين حزب الله وإسرائيل أمر لافت جدا في لبنان، لأن ألمانيا لطالما لعبت هذا الدور في أكثر من ملف شائك ومعقد في السنوات والعقود الماضية، ونجحت في كثير من الأحيان بتحقيق خروق من خلال يعني تأدية هذا الدور، دور الوسيط في أي مفاوضات معقدة كانت أمنية أو غير أمنية مرتبطة، حتى كانت بمعتقلين في العقود السابقة كانوا يعني أسرى لبنانيين في السجون الإسرائيلية. طبعا الرهان على هذه الجهود على أنها تتوازى بشكل واضح مع مفاوضات مفاوضات ترتيب الوضع في غزة وإنهاء الحرب هناك. شكرا جزيلا لك على المتابعة ولك كل هذه الإيضاحات. من مرجعيون جنوب لبنان مراسلتنا دارين الحلوي.